عن الداعية يا أيها الأحبة أن يلحظ جانب الرحمة في دعوته، وهذا ما نتلمسه من هديه عليه الصلاة والسلام حينما قال في قوم أعرضوا عن دعوة التوحيد أول الأمر: اللهم اهد دوسا وات به. وكانت وصيته لدعاة التوحيد من أصحابه كما في الصحيحين: بشرا ولا تنفرا. بل أقول حتى إذا اقتضى المقام واقتضت الحكمة تغليظ الخطاب وشدة في الأسلوب أحيانا، فينبغي أن يكون الدافع إلى ذلك الشفقة بالمخالفين ورحمتهم والحرص على هدايتهم. لا يخفاكم يا أيها الأحبة أن النظر إلى المخالفين في التوحيد ومعاملتهم ينبغي أن تكون من جهتين: الأولى أن يعاملوا بما يستحقون من العقوبة والزجر والبغض وفق ميزان المصلحة والمفسدة، وأنتم تعلمون أن أوثق وراء الإيمان الحب في الله والبغض في الله. الثانية، الجهة الثانية، عبر عنها شيخ الإسلام بكلام حسن جدا في الفتوى الحموية، قال: وإذا نظرت إليهم بعين القدر، ويتكلم عن أهل البدع، والحيرة مستولية عليهم والشيطان مستحوذ عليهم، رحمتهم ورفقت بهم، أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء، وأعطوا فهوما وما أعطوا علوما، إلى آخر ما قال رحمه الله.